الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، على بركة الله تعلن انطلاقة عاشر الأشواط في هذا اليوم الخاص لسن الحقائق ضمن مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. ينطلق عاشر الأشواط وهو شوط مخصص للقعدان، وجائزة هذا الشوط سيارة نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول. تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح. نبدأ مشاهدين الأعزاء مع المراكز الخمسة الأولى في هذا التحدي وفي هذا الانطلاق مع المركز الأول. نتابع مقدمة هذا الشوط اليورو لسعود بن مزاحم بن غدير الحسان، يتقدم في هذه اللحظات في المركز الأول، وعبد الله الإجباري في عملية التضمير والمتابعة من يقدم لنا اليورو على مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الموج للسيد عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بن خليفة الكبيسي يتواجد في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث الجذاب لنواف بن مطر بن عويد بن ثامر القادم مشاهدي الأعزاء مع ثلاث المراكز. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي الأعزاء القدوم والانطلاق الصايب لحمد بن عايض ومحمد بن عايض الحنزاب المري، يتقدم في المركز الرابع وخامس المراكز وخامس المنطلقين المستشار للسيد عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى الفايف ستار على بداية هذا الشوط. ونعود إلى مقدمة الشوط مع الموج. الموج مشاهدينا الأعزاء مسيطر في مقدمة الشوط للسيد عبد الرحمن بن أحمد بن سالم بن خليفة الكبيسي، والمركز الثاني نتابع الجذاب القادم بتحدياته وبانطلاقاته المميزة لنواف بن مطر بن ثامر، يتقدم في هذه اللحظة مع المركز الثاني وثلاث المراكز. اليورو بهذه العملة الأصيلة القادم فيه ثلاث المراكز للسيد سعود بن مزاحم بن غدير الحسان الشمري هنا مشاهدي الأعزاء تواجد. بينما المركز الرابع نتابع مشاهدينا الأعزاء صايب حمد بن عايض ومحمد بن عايض الحنزاب المري مع المركز الرابع وخامس المراكز. نرى ونتابع المستشار للسيد عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري، ومن الجانب الاخر القادم بكل قوه والمعلن لهذا النداء في هنا مشاهدي الاعزاء وانضمامه الى المراكز الخمس الاولى. نرى هذا الشعار المميز الذي يتسلل من مركز الى مركز الخيال او الخيل لطالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني، يتقدم في المركز الخامس. هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء للمراكز الخمس الاولى، والسياره بالانتظار نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الاول. نعود مع التحدي مع الكوكب الثلاثيه في هذا الانطلاق المميز، ما بين ايضا انطلاقه المستشار مشاهدي الاعزاء الذي يغير الى المركز الاول للسيد عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري. شعار بن نابت هنا يتواجد، ولكن القادم القادم صايب يريد ان يصيب هذا الناموس المميز بشعار حمد بن عايض بن محمد الحنزاب المري، ومن الجانب الاخر الموج بالشعار هنا البحري القادم عبد الرحمن بن احمد بن سالم بن خليفه الكبيسي، ولكن الخيل لطالب عبد الهادي بن طالب الشهواري، وكذلك الوصول الخطير مشاهدي الاعزاء من قبل عفرين بندر بن محمد بن راشد بن شابل المري القادم مع رابع المراكز. هذه المراكز الاربع الاولى الناموس حاير طاير ما بين هذه الاسماء المميزه. هنا مشاهدي الأعزاء الصدارة مع المستشار مشاهدينا الأعزاء يتقدم وينطلق في البداية، ينطلق بناموس هذا الشوط، يريد أن ينتزع السيارة. هذا هو المستشار عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري على الصدارة، ولكن الله الخيل وكذلك الموج، ولكن خلاص المستشار، سلام يا المستشار، سلام على هذا الأداء المميز. تهانينا والناموس لعبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري المركز الثاني. وصل في مشاهدي الاعزاء الخيل لطالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني، والمركز الثالث
كان الوصول لمشاهدي العزاء من قبل الموج. عبد الهادي بن احمد بن سالم بن خليفه الكبيسي، بينما المركز الرابع جاء في عفرين لبندر بن محمد بن راشد بن شابل المري، والمركز الخامس وصل في مشاهدين العزاء كفو لمسفر بن فلاح بن مسفر الجربوع المري. اذا مشاهدي العزاء نعود الى التوقيت الزمني ولحظه وصول المستشار خاطف هذا الناموس المميز عبد الله بن سعيد بن عبد الله النابت المري، 5 دقائق 55 ثانية وجزئين من الثانية تهانينا وناموس. بينما المركز الثاني جاء في مشاهدين الأعزاء الخيل اللي طالب بن عبد الهادي بن طالب الشهواني، والتوقيت الزمني 5 دقائق و56 أو 55 جزء من الثانية و8 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس. المركز الثالث الموج لعبد الرحمن بن أحمد بن سالم بن خليفة الكبيسي، 5 دقائق 56 ثانية وجزء 1 من الثانية تهانينا وناموس لجميع الفائزين.